الرئيس السيسي يشيد بوصول مسبار الأمل الإماراتي للمريخ. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان. والفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني. موجز لأهم الأنباء، وإليكم التفاصيل. حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ، وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية. تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن. لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل. أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. أسفرت اجتماعات قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية التي عقدت يومي 8 و9 من فبراير عن التوصل إلى توافق وطني حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها. ووجهت الفصائل الفلسطينية الشكر إلى الرئيس السيسي على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133,098 حالة حتى أمس. وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 573 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ووفاة 52 حالة جديدة.